بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق في هذه اللحظات شوطنا الخامس بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية بمنافسات وتحديات وانطلاقات فئة الحقائق وهذه الفئة العمرية المعروفة بالسرعة ومسافات السرعة. لنبدأ بالنداء مع الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة دهمة على المركز الأول، بدأ تداهم النداء بانطلاقتها واندفاعتها على البداية حاملة لشعار هجن الغرافة على أول المراكز. التضمير عند سالم بن عامر المدهوشي من يتابع دهمة بعملية التضمير. المركز الثاني أتابع بهذه اللحظات انطلاقة بلبلة على ثاني المراكز لصاحب السمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني. التضمير عند محمد بن ثاني الهاملي من يتابع انطلاقة هذا الشعار. المركز الثالث التواجد من سمحة لسعادة الشيخ جاسم بن أحمد المبارك العبد الرحمن الثاني عبد الله بن سالم بن ملامقة من يتابع هذا الشعار بعملية التضمير. المركز الرابع وتابع جمرة لهجن المرخية حمد بن هضبان الجربوع من يتابع هذا الشعار بعملية التضمير. المركز الخامس وصول وتقدم عسيلة بهذه اللحظات تحمل لنا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب بن عمارة من يتابع هذا الشعار بعملية التضمير. لنعود إلى البداية إلى المقدمة إلى دهمة، دهمة من تنطلق بهذه المهمة على أول المراكز منفردة بناموس هذا الشوط. تقدم لنا هذا الشعار والزي الجميل شعار هجن الغرافة على البداية على المقدمة خاطفا هذا الشعار نقطة هذا الشوط بانفراد مميز بدون أي منافس بدون أي منازع. والنقطة الثالثة في طريقة لهجن الغرافة ولأبناء الغرافة إن لم يكن هنالك راي آخر من الأسماء القادمة. شوف الثانية الله الشاذلية قادمة بهذه اللحظات تعود الملكية لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله العبد الرحمن الثاني. والقدوم والوصول من عسيلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني عسيلة الشاذلية دهمة الله المداهمة مع البداية عسيلة الشاذلية عسيلة مع البداية مع المقدمة الثاني. والتبريكات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني والثانية موصول لحمد بن طالب بن عمار. المركز الثاني وصلت الشاذلية لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله عبد الرحمن الثاني. المركز الثالث كان وصول من قبل دهمة لهجن غرافة. المركز الرابع وصلت جمرة لهجن المرخية. المركز الخامس صعايب لهجن إنتاج أم الزبار. مشاهدين الكبار مشاهدين الأعزاء تابعنا منافسات وانطلاقات وتحديات هذا الشوط لما حصل من تغيير المراكز وكانت عسيلة هي الخاطفة لنقطة هذا الشوط وهي المسيطرة على البداية في الأمتار النهائية. لنذهب مع مخرج هذا السباق علي بن محمد بوشار لنتابع منافسات الشعارات وحضور الأسماء وانطلاقات هذه الأسماء المتواجدة على أرضية ميدان التحدي. شعار هجن غرافة كان على البداية منذ الانطلاق لكن أتت عسيلة خاطفة لنقطة هذا الشوط ومسيطرة على أول المراكز في اللحظات الحاسمة من مجريات هذا الشوط. توقيت الزمن 2:55 39 جزء من الثانية. التاني والتبريكات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والتاني لحمد بن طالب بن عمار. المركز الثاني كان الوصول من قبل الشاذلية 2:55 جزء من الثانية. التاني والتبريكات نزف لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله عبد الرحمن الثاني على ايضا فوز الشاذلية بالمركز الثاني. المركز الثالث وصلت الدهمة 2:56 الزمن الثانية. التاني التبريكات لسعادة الشيخ او هنالك الثاني موصول لهجن غرافة الثاني ايضا المضمر سالم بن عامر.